عرضنا في الحلقة الماضية صورة لأحد الأزهريين اللي كان هارب من أفغانستان من أو مع أو ضمن بعثة الأزهر التي عادت إلى مصر. طبعا الأزهر وبعثته اللي هربت من أفغانستان بعد قيام طالبان بالسيطرة على أفغانستان كاملة. طبعا ده موضوع يستحق الدراسة ويستحق ان احنا نتأمل فيه ونفهم ليه الناس اللي دايما طول عمرهم بيدرسوا للشريعة ودايما بينادوا بتطبيق الشريعة، ولما حدثت الشريعة وقام حكم بناء على الشريعة كانوا أول ناس يهربوا. معانا فيديو ولقاء مع بعض من الأزهريين الذين عادوا من أفغانستان، نشاهد معا هذا الفيديو. أحب أن أشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن أشكر شيخ الأزهر الشريف وكل المسؤولين الذين تعاونوا معنا على ردنا إلى أرض الوطن سالمين غانمين. شكرا للقنصلية المصرية، شكرا لمساعد السفير، شكرا لكل من كان له جهد في أن يردنا من هذه المخاطر إلى أرض الوطن، ونحن فخورين جدا بأننا مصريين وبأننا من أبناء الأزهر الشريف. طبعا الحمد لله، ده احنا هناك الاجواء كانت طبعا الناس كلها بتجلي رعاياها، ومصر لم تنسى ابنائها ابدا في اي وقت من الاوقات. تقدم بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهوريه ووزير الخارجيه والازهر الشريف الذي لم يتركنا وسعى بجميع الجهود المحسوسه في ارجاعنا الى ارض الوطن. الحمد لله رب العالمين. والله احنا الموضوع ده كان من اسبوع في بدايه اللي حصل في افغانستان. القنصل جت اشاره ان خدنا يروحنا على مصر، ورحنا المطار فكان المطار مقفول، وجت اشاره برضو ان يرجع بينا ثاني، رجعنا وكان اسبوع صعب جدا علينا. والحمد لله القياده السياسيه كانت تتصل يوميا يعني، والقنصل كان يجينا يوميا يطمنا في السكن، كنا ساكنين في السفير المصري، لغايه ما الحمد لله امبارح بالليل يعني تحركنا من افغانستان ووصلنا بالسلامه دلوقتي الحمد لله. زي ما حضراتكم شفتوا وسمعتوا بالورود راجعين وسعداء بعودتهم الى مصر وهروبهم من افغانستان بالرغم من يعني قيام اماره جديده ستحكم بالشريعه، و يعني كان موقف غريب ومفاجئ هروب بعثة الأزهر من هناك. بيقول رئيس البعثة أيضا أن الأفغان بيحبوا الأزهر ولديهم قبول لرسالته. الشيخ شوقي أبو زيد بيقول رئيس بعثة الأزهر في أفغانستان بيتكلم عن تفاصيل البعثة الأزهرية وكواليس عودتها بعد عدم استقرار الأوضاع بسبب حركة طالبان. قال رئيس بعثة الأزهر أن البعثة الأزهرية بدأت عام 2009 من خلال بروتوكول تبادل ثقافي بين الأزهر وأفغانستان، وأول بعثة كان قوامها 47 أزهري، والدورات المتتالية كانت 35 مبعوث، والبعثة الأخيرة كانت 23. البعثة الواحدة بتستغرق 3 سنوات، وقال أن البعثة الأخيرة لم تستمر بسبب عدم استقرار الأوضاع في أفغانستان. طبعا دول حتى ما استنوش علشان يشوفوا إيه شكل الحكم في أفغانستان.
ويعرفوا إذا كان الوضع هيناسبهم ولا لا. لكن أول ما لقوا إنه التشدد الديني زاد هناك كانوا أول ناس هربوا، مع إن الأزهر ومشيخته وجامعاته ومعاهده بتدرس الفقه والسيرة والسنة، وبتدرس أيضا علم التكفير، وده اللي رجعه الشيخ أحمد الطيب إلى مناهجه أيام حكم محمد مرسي، وكانوا اعتقدوا أن خلاص الإخوان والتيار الإسلامي السياسي سيطر على مصر وسيطر على منطقة الشرق الأوسط. أخذ راحته شويتين ورجع مناهج التكفير، ومعها ازدادت موجة جديدة من الإرهاب من سنة 2013 و2014 مع نشأة تنظيم داعش حتى الآن. وشفنا المجازر والممارسات الوحشية اللي قام بيها في شمال سوريا وفي شمال العراق، لكن نفس الناس اللي درست هذه المناهج المتطرفة كانت أول ناس تهرب لما جه وقت تطبيق هذه المناهج المتطرفة. لا يناسبهم الحياة هناك، لأنهم في البداية كل هذه الدعوات وكل هذه المناهج والتدريس والعملية التعليمية كل دي ما كانش هدفها بالفعل قيام دولة شريعة تحكم بها الشريعة، لكن كانت مجرد مكاسب مادية، لقمة عيش وسبب للمكسب بيعيشوا منه، لأن دي البضاعة الوحيدة اللي معاهم هي الدين والتدين والتطرف. لما يجي بعد كده بنتكلم على هذه الظروف وكيفية هروبهم، كان أمر غريب إن الناس دي اللي بعد ما رجعت مصر، الرأي العام المصري كله للأسف كان بيهنئ أفغانستان بقيام إمارة جديدة وتطبيق الشريعة، وكان مشهد غير مناسب أو مركبش مع الكثيرين، هو مشهد عودة وهروب البعثة الأزهرية من أفغانستان إلى مصر. معنا على التليفون الأستاذ أحمد سامر مؤسس حركة علمانيون. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا أستاذ هاني، وتحياتي لحضرتك ولمشاهدي القناة الكرام. أهلا بحضرتك. أحب أعرف إيه انطباع حضرتك لما شفت صورة الأزهري اللي لفوا حوالين رقبته ورود وراجع سعيد هروبا من أفغانستان بعد حكم طالبان؟ والله طبعا هو المشهد عبثي جدا ويدعو للتندر يعني، لكن بادئ ببدء هو في الأول خلينا نقول أنه مواطن مصري، وهذا المواطن كان فعلا معرض للخطر ومعرض لعدم الاستقرار في الوضع الجديد اللي بتشهده أفغانستان بسيطرة حركة طالبان، وهي حركة أصولية متشددة يعني. لكن يعني نقول لهم الأول الحمد لله على السلامة، وبعدين نتكلم بقى في المشهد وما وراء المشهد. الحقيقة أنه هذا المشهد كاشف لنقطة جوهرية، مش بس بقى للبعثة الأزهرية، ولكن كاشف لكل الرأي العام اللي حضرتك ذكرته من شوية في من يتشدق ومن يعجب بالنموذج الأصولي أيا كان بقى، سواء طالبان أو حركة شباب المجاهدين في الصومال أو أي تنظيمات إرهابية متطرفة في أي مكان. يعني دايما يصدعونا ويملأوا رأسنا بعبارات الشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية، ويهللوا ويفرحوا بأي تنظيم يحمل هذه الأجندة، أجندة الشريعة الإسلامية، في حين أنه أول ما يجيله فرصة أنه يروح دولة لا تطبق الشريعة الإسلامية زي كندا وأمريكا وأوروبا الغربية بيكون فرح شديد جدا. وفي نفس الوقت يعني لما يكون موجود الظروف تشاء أنه يكون موجود في أفغانستان اللي هتطبق الشريعة الإسلامية يهرب منها. يعني طبعا مشهد بيعكس حالة الفصام لدى العقل الأصولي الإسلامي، العقل الذي يجري أو يهرول وراء شعارات، هذه الشعارات لما بتدخل حيز التنفيذ وتمسه بيبتدي يهرب منها ويقعد يملأ الدنيا صياحا ليل نهار أن العلمانية هي الإباحية والعلمانية هي الانحلال والعلمانية هي التفسخ الاجتماعي، وكلهم بيقدموا كل سنة
على هجرات وعلى سفر للدول الغربية التي تكون دستورها علماني ونظامها علماني. يعني ما احنا عندنا فرصة ان احنا نبقى زي الدول دي، ناخد بالاسباب وناخد بالمدخلات اللي ادت لهذه النتائج. وهي امريكا بقت امريكا ليه؟ وكندا بقت كندا ليه؟ واليابان بقت اليابان ليه؟ عشان النظام بتاعها والمدخلات بتاعتها عقلانيه مستنيره مستقره، تقر القيم الحدثيه، لا تقر القيم الرجعيه. فبالتالي حضرتك بتهرب من الواقع بتاعك اللي انت جزء منه، اللي انت سبب في تشكيله. ما هو دفاعك عن التيارات الاسلاميه وانجرافك وراء الحلم المزعوم بدوله الخلافه او الشريعه الاسلاميه هي في النهايه ترهات بتؤدي لجمود المجتمع اللي حضرتك عايش فيه، بتؤدي لتقلص فرصك في الارتقاء اقتصاديا واجتماعيا، بتقود مساله الاستقرار. احنا مجتمعات غير مستقره لانه قيم المساواه والعداله غائبه. حضرتك عاوز تعمل تمييز بين الراجل والست، حضرتك عايز تعمل تمييز بين المسلم وغير المسلم، وفي النهايه بتسيب المجتمع ده اللي انت بتتسبب برايك وبتصويتك للجماعات دي في الانتخابات اذا كانت موجوده يعني، وبتهرب. يعني كلمني الاخوان النهارده قاعدين فين؟ راحوا امريكا. فاكرين انتوا الشاب اللي كان معاه الجنسيه الامريكيه وكان متورط في تنظيم الاخوان وكان واخد حكم؟ راح امريكا. يعني ما كانش عنده مبدا مثلا وراح الصومال او راح عند تنظيم بوكو حرام في غرب افريقيا، ولا راح مثلا الدوله الاسلاميه في العراق والشام. يعني انت عايز تطبق الشريعه الاسلاميه وعايز تعمل نظام حكم اسلامي في مصر، ولما افشلناه سواء كجيش او كشعب مصري او اراده شعبيه مصريه، عايز تروح امريكا؟ طب ما تروح افغانستان، روح الدول اللي بتطبق الشريعه الاسلاميه او الدول المنغلقه فكريا. ايه اللي يخليك تروح للغرب المتفسخ زي ما بتقول من وجهه نظرك، او الغرب المنحل من وجهه نظرك؟ يعني المساله تعكس الفصام لدى العقليه الاصوليه الاسلاميه. ومساله الازهر بصراحه شديده، يعني بتاخدني لنقطه ثانيه عايز اتكلم فيها يا استاذ ايهاب، يا استاذ هاني عفوا، انه المساله اذا كنا هنتحدث عن ان البعض بيقول هو الازهر بيعمل دور متعلق بالقوه الناعمه لمصر، طب سؤال معلش، يعني هل هي القوه الناعمه لمصر تنحصر بس في الازهر؟ بمعنى ان انا واحد زي شايف انه الصرف على مؤسسه تحاول ان تنشر تعاليم دينيه معينه، انا استفدت منها ايه كمواطن مصري؟ مسلم بقى ولا مسيحي ولا غير بغير دين؟ يعني مش الازهر ده مؤسسه بتاخد من موازنه الدوله، وبالتالي البعثات بتاعتها بتصرف عليها من موازنه الدوله حتى لو بيجي لها دعم خارجي، ولكن في النهايه هي جهه بتاخد دعم من الدوله بشكل او باخر. طب هتقول لي اصل معلش الازهر بيعمل دور مهم للقوى الناعمه لتاثير او لوجود تاثير مصري في العديد من دول العالم زي غرب افريقيا او دول شرق اسيا، جنوب شرق اسيا زي اندونيسيا وماليزيا وحتى دول وسط اسيا. طب ما هو عايز تقول لي ان القوه الناعمه لمصر بس في الازهر؟ يعني هل الفن المصري لو خد الصرف والاهتمام ده من الموازنه بتاعت الدوله مش ممكن يكون ليه تاثير وتواجد حقيقي لمصر في الدول اللي حضرتك عايز تشتغل فيها دي، او يبقى ليك تاثير فيها او امتداد ليها؟ يعني طب حتى الكنيسه المصريه، مع الكنيسه المصريه يعني كلنا نعرف ارتباط الكنيسه الاثيوبيه بالكنيسه المصريه. فين الدعم ده اللي بيحصل عشان نقدر نقول انه احنا بنتحرك في اطار اجنده القوى الناعمه لمصر، مش بنتحرك في اطار اجنده انه الازهر ليه دور في نشر التعليم الاسلامي؟ لا معلش شكرا، مصر كدوله دوله وطنيه، دوله دخلت خلاص عصر الحداثه، انه نشر الاسلام ولا نشر المسيحيه ولا نشر اي دين ما بقاش من اجنده الدوله ولا مهام الدوله، ولا يستفاد المواطن بشيء من انه الناس تخش في الاسلام او الناس تخش في المسيحيه او الناس تطلع من الاسلام او الناس تطلع في المسيحيه. يعني اعتقد ان الافكار دي لازم يعاد صياغتها ويعاد المراجعه بشكل واضح، لانه عشان نكون واضحين احنا لحد النهارده الممارسات السياسيه والممارسات الاجتماعيه والممارسات الفكريه هي ممارسات قديمه. يعني مين الدوله النهارده؟ يعني حتى لو انت بتتكلم على يعني البعثات التبشير بالمسيحيه في ده، ده كان في فتره الاستعمار، فتره الكولونياليه الغربيه في القرن ال 19 والقرن ال 20، وخلاص عملت مهمتها وانتهت، كان ليها برضه بعد سياسي مش بس بعد ديني، لانه عايزه تعمل امتداد ما بين الدول المستعمره او مواطني الدول المستعمره والدوله الام.
فبيقول لك انه مثلا فرنسا لما تيجي تغزو غرب افريقيا او الدول الافريقيه محتاجه ان يكون في جسور ثقافيه، مش بس جسور سياسيه او تحت امره الدوله عسكريا وتنظيميا، لا. لكن النهارده انت عارف كويس انه المشهد الحالي في العالم خلاص مساله الوصايه والهيمنه من دوله على دوله ما بقاش موجود، فايه اللي يخليك تغامر ويخليك تدفع ويخليك يعني لازم الناس تفكر بشكل مختلف. فمساله نشر الاسلام من عدم، وده للاسف موجود عليه ومنصوص عليه في الماده المتعلقه بالازهر في الدستور المصري، اعتقد ان هي حاجه لا تعبر باي حال من الاحوال عن تطلعاتنا كمواطنين مصريين في وضع اقتصادي وفي وضع سياسي يرى ان هنالك اولويات اكثر واهم واشد تاثيرا على حياتنا من انه مؤسسه تطلع تنشر الاسلام وتعليمه. ايوه شيء غريب فعلا، ويعني موقف يدعو للغرابه يعني من اللي حصل، بيبشروا بيحاولوا يبيعوا بضاعتهم ولما يلاقوها قدامهم كانوا اول ناس يهربوا ويرجعوا الى مصر. صحيح صحيح. النقطه الثانيه يا استاذ هاني لو حضرتك تسمح لي يعني برضو اشير ليها، انه في مساله تصدير ان الازهر هو بمثابه المنبر الوسطي للاسلام وانه بيقود من الاصوليه الاسلاميه في المشهد العالمي لحركات الاسلام السياسي، الحقيقه انه هتجد ان المتورطين في اعمال العنف بوكو حرام سواء في نيجيريا او في غرب الكاميرون او في النيجر ومالي كتير منهم كانوا ازاهره، وكتير منهم تلقوا تعليم على يد الازاهره، وكتير جدا من الناس اللي راحوا سوريا والعراق وليبيا خريجين ازهر او درسوا في الازهر او تتلمذوا على ايادي شيوخ الازهر. انا هنا مش بقول تاني عشان انا برضو كان ليا لقاء قبل كده مع حضراتكم وقلت انه مش بنقول ان كل الازاهره متطرفين او اصوليين، ولكن تبقى هذه الجامعه وهذه البؤره العلميه هي احد الروافد الكبرى في تفريخ الارهابيين، لانه الناس مش قادره تفهم يا جماعه هو احنا مثلا بنتجنى عليهم؟ طب ما تراجع مناهج الازهر وراجع خطابات شيوخ الازهر وحضرتك لو لقيت فيها اي اختلاف بينها وبين الخطابات المتشدده من التنظيمات الاسلاميه تعال اقول علينا ان احنا مدلسين او مدعين على الازهر بما ليس فيه. الحقيقه انه ده مش حقيقي، الحقيقه انه الواقع المناهج الازهريه اللي احنا طالبنا كثيرا باعاده مراجعتها وباعاده صياغتها حتى تتناسب مع الواقع الذي نعيشه وتحديات قضيه الارهاب على مستوى العالم، لحد النهارده بيحصل فيه تمسك، ويعني كلنا فاكرين التصريح الشهير للشيخ احمد الطيب شيخ الازهر ردا على الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعه القاهره، قال له اللي عايز يجدد يجدد في بيت ابوه ما يجددش في الدين. ايوه فخلاص يعني 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 منين انت عايز تقول انه الازهر مناره وسطيه وانا كمتلقي بلاقي تماهي ما بين المناهج والخطاب اللي حضرتك بتقوله وما بين الخطاب الاصولي لكل التنظيمات؟ يعني تعال اسال كده الازهر، قول له يا ازهر رايك ايه في السياحه؟ رايك ايه في السياحه؟ يقول لك يعني ايه؟ يقول له يعني النهارده الناس اللي بتشتغل في السياحه وتقدم قبور للسائحين ده حلال ولا حرام؟ هيقول لك حرام. ده خطاب راجع ولا خطاب تقدمي؟ ايوه ها؟ هيقول لك النهارده جواز المسلمه بغير مسلم، هيقول لك لا غير جائز، ده خطاب راجع ولا خطاب تقدمي؟ كلمه على على الورث او الميراث، قول له الست لحد النهارده بعد 1400 سنه تاخد نص الراجل، هيقول لك اه، قول له طب ده خطاب راجع ولا خطاب تقدمي؟ فالحقيقه انه خطاب الازهر بشكل واضح لا يختلف شيء عن متن الخطابات الأصولية الأخرى لدى التنظيمات الأصولية في المناطق المحيطة سواء القاعدة أو طالبان أو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو حتى حركة شباب المجاهدين أو جبهة النصرة، كلها نظرية الأواني المستطرقة، المنبع واحد والنهج واحد وفي النهاية النتائج واحدة، ولكن الفرق أنه الأزهر الشكل الرسمي يقود تجلي هذه الأفكار في شكل اقصائي او في شكل اصولي او في شكل متطرف، ولكن بنيه الخطاب واحده بنيته، ولكن الفرق ان ده غليظ ولحيته طويله وده لحيته قصيره وبيبتسم وهو بيقول لك عايزين نطبق الحدود ونقطع الايادي ونعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. ايوه ده حقيقي، ده حقيقي، شيء مؤسف. متشكر جدا لحضرتك الاستاذ احمد سامر مؤسس حركه علمانيون بعثات الازهر اللي انتشرت في العديد
من دول العالم ما زال هناك بعثات له في هذه المنطقة، أوزبكستان وكازاخستان وطاجكستان وكيرغستان والشيشان ودول أخرى كثيرة في منطقة وسط قارة آسيا. وكنا شفنا أيضا بعثات للأزهر للباكستان والصومال وتشاد وعلى عديد من دول إفريقية. أينما رحلوا وأينما ذهبوا بعدها بكام سنة بيحل الخراب وبيزداد التطرف، ومحدش عارف بعثة الأزهر اللي هربت من أفغانستان وعادت إلى مصر راجعين خايفين على حياتهم ولا راجعين علشان المهمة تمت، سلموا البلد إلى التطرف وإلى التكفير والإرهاب المسلح زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده راجعين إلى مصر علشان يبتدوا من تاني بعد كام يوم إن هم يبتدوا يعلموا طلبة جدد بنفس مناهج التطرف، والجميع يعلم أن النتيجة واحدة، العديد من الخريجين اللي عندهم استعداد للتطرف في المستقبل. 80% من الطلاب اللي تعلموا على نفقة مؤسسة الأزهر وفي المعاهد الدينية في الكويت وفي سوريا وفي الأردن لقوهم بعد كده بيجاهدوا في أفغانستان وسوريا والعراق وفي دول آسيا الوسطى. 80% من هؤلاء الطلبة الأزهريين دول كانوا واخدين الأزهر كبوابة للانطلاق إلى الإرهاب وإلى التطرف، ولا سر يخفى على أحد إن انتشار التطرف في منطقة الشرق الأوسط كله زي ما قلت لحضراتكم بتعتمد في الأساس على كتب التراث، والوحيدة الجهة الوحيدة التي ما زالت مصممة على إحيائه هي مؤسسات ومشيخة الأزهر.